صباح الخير، منير عجم معكم من سلسلة المعرفة بإدارة المشاريع. هالفيديو عم نبلش نسجل بالعربي وبالإنجليزي. الموضوع اللي بنحكي فيه هلأ سجلناه بالإنجليزي، عم نسجله هلأ بالعربي، تكون متوفر باللغتين للي بيحب يكتشف اللغتين ولا يحصل على المضيع من اللغتين. اليوم الموضوع صعب، يمكن نحكي شوي بالعربي لأنه بدنا نستعمل تعابير إنجليزية بس مفهوم. في كتير مراجع وبنشوف احنا بكتابات على عبر الانترنت من بروجكت مانجر ومن حتى من تشابترز للبي ام اي بيستخدموا كلمة بومبك لحالة، مش بومبك جايد. بالطبع هذا خطأ لعديد اسباب، والموضوع مش بس موضوع تعريف بالكلمات. كلمة بومبك اللي هي بي ام بي او كي مقصود فيها the project management، project management body of knowledge، يعني body of knowledge يعني هو جسم المعرفة إذا بدنا نسميه الترجمة الحرفية، جسم المعرفة لإدارة المشاريع، يعني معناتها هو المرجع الأشمل لإدارة المشاريع. ما بعرف إذا فيني هذا تعريف صحيح، بس ما بعرف شو كلمة كيف، لأنه body of knowledge بالعربي ما بعتقد حسب علمي إلى ترجمة حرفية ولا ترجمة واضحة. كلمة بومبك نرجع نعيد، هي Project Management Body of Knowledge، هي الجسم المعرفي في إدارة مشاريع. Okay. بينما بومبك جايد هو دليل، دليل جسم المعرفي في إدارة مشاريع. هلأ إضافة كلمة دليل جايد أهميتها وين؟ لأنه عادة في كتير مهن من الطب ولا المحاماد ولا أمور من هالنوع بتركز أنه عندنا في شيء اسمه body of knowledge، هو جسم المعرفة، يعني هو كل يعني فينا نقول مش كل ما بعرف كيف بدها تنقال الكلمة، المعلومات الموجودة لهالمهنة هذه المحددة. هلأ بالطبع حتى منظمة PMI اللي هي بتصدر كتاب A Guide to the Project Management Body of Knowledge بتركز أنه ما لازم ينكتب بومبك، لازم ينكتب دائما بومبك جايد، اما الاسم الكامل A Guide to the Project Management Body of Knowledge، لانه هالكتاب اللي بتصدره PMI رغم انه هو حوالي 600 صفحة يعني وكتاب ضخم، هو ما بيكون هو لا يدل ولا هو مش الجسم المعرفي بإدارة المشاريع، هو دليل، وهالدليل بيركز على العمليات الـ processes اللي بنستخدمها بالـ Project Management. بينما طيب اوكي اذا هالدليل عم بركز على المعلومات بس، طيب شو هو جسم المعرفة؟ جسم المعرفة هو ممكن ينطلق يكون هو اوسع بكير اكيد من الكتاب البومبك جايد، وبيشمل كتير شغلات تانية من ضمنها مثلا النظام المتكامل لإدارة المشاريع في المؤسسات الـ OPM system اللي بيتضمن هذا الشيء، بيتضمن سياسات الشركة بالنسبة لإدارة المشاريع، الgovernance structure يعني تركيبة الحوكمة والإدارة للمشاريع، كيفية المنهجيات لإدارة المشاريع حسب نوعها وحسب حجمها. بالطبع في كتير أمور تانية موجودة ممكن تكون موجودة داخل المؤسسة، أما داخل أي مؤسسة لإدارة المشاريع. هلأ ليش التركيز على هالموضوع هذا؟ ومثل ما لاحظتوا يمكن بأكثر من فيديو عم نركز على موضوع تصليح أما تصحيح مفاهيم خاطئة بالنسبة لعلم إدارة المشاريع، وخاصة بالنسبة للـ PMI ولل بومبك جايد، لأنه هن يمكن الأكثر تداولا بالعالم اليوم، عم بيصير في وصارت العملية تجارية إلى حد ما، صارت عم بيصير في كتير تفاصيل خاطئة. يعني سابقا تكلمنا أنه مثلا بومبك جايد عادة في ناس تفهموا أنه هو منهجية، هو مش منهجية، هو دليل وفرق، أما framework يعني جايد بشكل عام. في ناس بيفكر البومبك جايد انه ستاندرد، لا جزء من البومبك جايد هو ستاندرد. في ناس بتفكر انه البومبك جايد هو البومبك، يعني هو البادي اوف نوليدج، يعني جسم المعرفة الكامل، واكيد لا. هون من عم نركز نحن على التعريف، لانه التمييز مش بس لغوي، عم نكرر الحديث نعتذر لانه كتير عم نحكى بالمواضيع هيدي، وبالنهاية عم نضل نفس الشيء، نشوف نفس التعابير عم تنحط دائما. الموضوع أكبر بكتير من موضوع لغة وإضافة كلمة دليل. الموضوع إنه إذا نحنا بنفكر، وهذا ذكرناه يمكن بفيديو سابق، إنه البومبك جايد هو المرجع the standard، يعني المرجع الوحيد بما معناه، وهو منهجية،
وهو بغطي الباس براكتس يعني الممارسات الامثل، وهو جسم المعرفة بإدارة المشاريع، يعني هو كل شيء بتاع كله مثل ما بيقولوا. طيب لشو بحاجة لأي شيء تاني نحن؟ هل يكفي إنه ندير مشاريعنا بناء على العمليات بس؟ أكيد لا، وبعتقد فأنا مسجلين أكثر من فيديو بهالموضوع. هون ضرورة نحن دائما نكون واضحين ونعرف كل شيء بالنسبة للمعلومات خاصة بإدارة المشاريع. أخيرا بختم الموضوع، مش انتقاد، وبتمنى ما نفهم إنه انتقاد، بالعكس أنا من الأشخاص اللي ساهموا بإدارة بهالكتاب هذا من أول ما نشر لليوم، وأنا عم ساهم فيه من تاني إديشن مش من أول إديشن، ونحن مستخدمه بالمنهجية تبع سكاد، ودائما بس في سوء فهم ولغط، خاصة لأنه موضوع إدارة المشاريع اليوم عبر بي أم آي والشابتر تبع بي أم آي صارت موضوع تجاري أكثر من علمي. بقى نحن هون بنلاقي إنه في ضرورة للتوضيح، للتوضيح من أجل الممارسات الأفضل بمجتمعاتنا وبمؤسساتنا وبوطننا، لأنه إذا بدنا نركز بس إنه هذا هو المرجع الشامل واللي بيجمع كل شيء، معناتها خلص ما نضيع وقتنا نطلع بأي شيء تاني. شكرا، وبنعتذر على التكرار بس عم بلاقيه ضروري.